ازاي تجيب ال 20 جنيه الجديده وايه المعاملات البنكيه اللي تقدر تنجزها خلال اجازه العيد وانت في بيتك؟ ده اللي هنعرفه النهارده في حلقه جديده من التيلر. معكم ماهر فاعي من قناه عالم المال اي اي تي في. كل سنه وانتم طيبين. يومين ويحل علينا عيد الاضحى المبارك، وبالمناسبة دي بدأت البنوك تستعد بتفعيل خطة الطوارئ الخاصة بالمناسبات، واللي فيها بيتم تغذية مكينات الصراف الآلي بحيث تكون جاهزة لتلبية حاجة المواطنين خلال الأجازة اللي بتستمر 7 أيام، واللي هتبتدي من يوم الثلاثة الجاي لحد يوم 2/3 يوليو. وخلال أجازة عيد الأضحى هيكون مسؤول الفرع في كل بنك مكلف بمراقبة جودة عمل مكينات الصراف الآلي وتوفر الكاش فيها وتصليح أي أعطال مفاجئة. وبالنسبة للعيديات فالبنوك بتوفر من خلال فروعها إمكانية تغيير الفلوس الفكة القديمة بفلوس جديدة، من بينها فئات ال 20 جنيه وال 10 جنيه البلاستيكية وغيرها من الفئات. كل اللي عليك إنك تروح لأقرب فرع بصورة البطاقة وتطلب من موظف الشباك استبدال الفلوس القديمة اللي معاك بالفئات اللي انت عايزها أو خصمها من حسابك البنكي. ده غير إن مكينات الصراف الآلي كمان بتوفر الفئات دي في أوقات الأعياد، ولان الاجازه المره دي طويله شويه لازم تعرف انك تقدر تخلص كل معاملاتك البنكيه على مدار ال 24 ساعه خلال ايام الاجازات، وده من خلال خدمتين، هما خدمه الانترنت وخدمه الموبايل البنكي. والخدمتين بيوفروا لك معرفه رصيد حساباتك والاستعلام عن البطاقات المدفوعه مقدما واقساط القروض، وكمان شراء او كسر الشهادات البنكيه او الودائع وتقديم طلبات للحصول على بطاقات الائتمان او تقديم على قرض من اي نوع، غير امكانيه تحويل الاموال بين الحسابات والتبرع للجهات الخيريه وكمان طلب الاستعلام للائتمان. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده من التيلر. شكرا لكم.